مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، أحييكم هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين. بداية أتقدم بالتهاني للشعب الإريتري ومعه الشعب الإثيوبي على السلام الذي تحققه بعد صراع طويل استمر أكثر من عقدين من الزمان، ولكن وضعت إريتريا مع جارتها إثيوبيا الآن نهاية وطوت الصفحة، صفحة المرارات والحروب والمشاكل التي أعاقت التنمية ليس فقط في إريتريا بل في البلدين. تحدث الكثير هنالك بعد التحليلات بعد الاتفاق بعد زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لإريتريا، هناك أيضا اتفاقيات تم التوقيع عليها، بل ونشاهد الآن الاتفاقيات ليس كما كان في السابق، ليس اتفاقيات على الورق، بل رأينا في الأسابيع القليلة أو في الأسبوع الأخير تطبق على أرض الواقع. وهذه الاتفاقية طبعا هي كالآتي، بصرف النظر عما حاول من تسويف وتحريف ما تم الاتفاق عليه، هناك نقاط خمسة تم الإعلان عنها أيضا: انتهاء حالة اللا حرب واللا سلم بين البلدين إريتريا وإثيوبيا. النقطة الثانية، اتفقت الحكومتان على أن تسعى لتبادل اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي وأمني يخدم المصالح الحيوية لشعبيهما. ثلاثة، استئناف روابط النقل والتجارة والاتصالات بين البلدين والعلاقات الدبلوماسية وكل ما يتعلق بهما. أربعة، سيتم تنفيذ القرار المتعلق بالحدود بين البلدين. خمسة، سيسعى البلدان معا إلى ضمان السلام والتنمية والتعاون في القرن الأفريقي. هذه الاتفاقية لا شك أنه طبعا يعني أعلنت وانعكست أيضا إيجابا على الشعبين، وهذا ما لمسناه خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لإريتريا، ثم زيارة الرئيس الإريتري للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. فرأينا الاتفاقية لم تكن قاسرة على الرئيسين أو على رغبتهما، بل هي رغبة الشعبين، وهذا ما انعكس في الاستقبال الحافل الذي لقاه رئيس وزراء إثيوبيا أثناء زيارته لإريتريا، وما لقاه من حفاوة واستقبال فاق التصور لوسائل الإعلام العالمية ما لقاه الرئيس الإريتري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ثم بعد ذلك في أواسا المدينة الصناعية الكبرى في إثيوبيا. الآن مباشرة أثناء زيارة الرئيس تم إعادة افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا، ثم سيتم الآن في قابل الأيام افتتاح السفارة، بل تم تعيين سفير في أديس أبابا من قبل إريتريا، وتم تعيين سفير لإثيوبيا في العاصمة الإريترية أسمرة. إذن السفارتين افتتحت وبدأت خطوط الطيران تنفيذ البند الثاني، هو طبعا يعني بدأت خطوط الطيران الإثيوبية بالطيران إلى أسمرة وفتحت الأجواء، وهذا أهم ما كان في الأمر. بعد عقدين من الزمان لأول مرة يعني خطوط الطيران الإثيوبية تأتي إلى أسمرة حاملة ركاب ومستثمرين، كل هذا طبعا يبشر بالخير. وبعد ذلك أيضا هنالك اتفاق يعني تسهيل العمل للإثيوبيين لاستخدام مواني إريتريا، ميناء عسب وميناء مسوى. إذا كل هذه الاتفاقيات طبعا هنالك نلاحظ بالمقابل تسويف وتحريف لما تم الاتفاق عليه بين الدولتين. أولا طبعا هناك من يحاول تفسير يعني بس معلومات خاطئة، لا أريد أن أسمي تلك وسائل الإعلام التي تتصدر تشويش هذه الاتفاقية، بالقول بأن ما تم الاتفاق عليه بين إثيوبيا وإريتريا أو التقارب بين الدولتين الإريترية والإثيوبية سيكون على حساب الآخرين. نحن لم نلمس ولم نقرأ، بل ما عبر به الرئيسان أو الرئيس الإريتري والرئيس الإثيوبي هو أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة إلى دول الجوار،
وستؤدي إلى حلحلة المشاكل الموجودة في القرن الأفريقي، سواء في الصومال، سواء في جيبوتي، كل الدول المحيطة والسودان. إذن هذا السلام هو يؤسس لانفتاح بين دول القرن الأفريقي وإنهاء العدائيات اللي كانت موجودة هناك في هذه الدول. فكل ما نأمل أنه ما يهمنا أنه طبعا كيف انعكس هذا الحدث في إريتريا وفي إثيوبيا. طبعا الشعب الإريتري لأول مرة عن بكرة أبيه يطلع ليرحب أو ليرحب بالرئيس الإثيوبي ويرحب بالقرار، قرار الرئيس الإريتري بأنه هناك طي صفحة الماضي والمرارات. هذا أهم حدث كان بعد 20 سنة من الاقتتال بين البلدين الجارين الشقيقين، طبعا إثيوبيا. والآن طبعا أنه إعلان رئيس وزراء إثيوبيا بأنه حكومته تقبل بتنفيذ قرار اتفاقية الجزائر وبما فيه طبعا عملية ترسيم الحدود، وهذه مسألة إجرائية. الآن ما تبقى هنالك طبعا من يتباكى ويزرف دموع التماسيح، لأنه الحدود لا يمكن أن تسحب القوات الإثيوبية قواتها. ليس كذلك، هنالك طبعا ألغام زرعت في الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، هنالك أيضا عوائل لا زالت تقطن في هذا في مدينة بادمي اللي هي طبعا القرار صادر والترسيم الحدود تم بين إريتريا وإثيوبيا. إذن هي مسألة وقت الآن كيفية ترتيب هذه الأوامر. لما تسحب القوات طبعا من الحدود هنالك إجراءات تسبق هذا الانسحاب، وهي على الطريق الآن لتحقيق هذا لتنفيذ هذا القرار. المسألة الثانية الآن طبعا أنه مباشرة مجيء وفد يعني يمثل كافة المؤسسات الاقتصادية الموجودة في إثيوبيا، وإبداء الاستعداد للاستثمار على الصعيد السياحة، على الصعيد البنية التحتية، على الصعيد طبعا في الثروات الموجودة في إريتريا. فهذا التبادل يعود بالمصلحة على الشعبين وليس فقط. وحاولنا باستمرار أن نعبر عن مشاعر أو أن نعكس مشاعر الشعب الإريتري. أنا شخصيا لا أقول بأن هنالك من خسر الرهان أو من ربح الرهان، إنما الشعبين الإريتري والإثيوبي هم الذين يعني حققوا أكبر انتصار في تاريخ المنطقة. وبهذا نحاول الآن أن لا نتعاطى مع الأخبار الصادرة والمشوهة لما هو يعني مبشر لمستقبل المنطقة، إلا أن نقول بأن على الأخوة الذين يريدون أن يتقصوا الحقائق عليهم الذهاب. الآن طبعا الخطوط يعني بين إثيوبيا وإريتريا أصبحت سالكة ومفتوحة، يتقصوا الحقائق على الأرض بدل من الاستعانة من ما يسمون أنفسهم بالمحللين والخبراء عن منطقة القرن الأفريقي. هذا لا يخدم عملية السلام. نحن الآن لم نراهن في شيء آخر، إنما نراهن على السلام. وعندما نقول طوينا الصفحة مع ما المرارات المادية، نعني بأن الآن هو وقت السلام وليس الحديث عن ما مدى وعن معانات وآلام الماضي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا أنه الانفراج اللي حصل خلال الأسبوعين والتقارب يؤكد بأن يعني هنالك الكثير ما يجمع بين الشعبين الإريتري أكثر مما يفرق. فبهذه المناسبة نؤكد لمتابعي قناة إريدياسبورا بالمهجر بأن دورهم الآن يعني كما كانوا يتصدون لكل العدائيات اللي حصلت، الآن السلام بحاجة أيضا إلى تصدي والدفاع عن السلام. نحن الآن نعمل في هذا الاتجاه، وسنحاول يعني جاهدين بأن ننقل الحقائق ولا نتفاعل مع هؤلاء الذين يحاولون تشكيك في نيات ومقاصد هذا السلام. بكل ذلك نتمنى لجالياتنا في المهجر أن تضاعف جهودها، لأن السلام بحد ذاته كما الحرب استنزفت طاقات الشعب الإريتري، وقدمنا العديد يعني أكثر من 100,000 شهيد من أجل تحقيق استغلال إريتريا. فهؤلاء الذين يحاولون تشويه صورة السلام أو البنود الخمسة الموقعة بين البلدين،
نقول لهم بأن التفريط باستقلال إريتريا هذا حلم لا يمكن أن يتحقق. لا أحد يفرط باستقلال إريتريا، لأن إريتريا ستظل دولة مستقلة وقادرة يعني على الصمود أيضا في المستقبل، ولكن كل ما انفتحنا على جيراننا هذا يعود بالفائدة إلى الشعبين الشقيقين. هذا ما أود أن أقوله في هذه السانحة لمشاهدي قناة إري دياسبورا، واسمحوا لي أيضا أن أعبر عن شعورنا لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من متابعة ما نقول أو ما نكتب باللغة العربية، فأحاول أن أوجه لهم أيضا التحية والتهاني بهذه المناسبة باللغة التجرينية.